<متحدث> أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الحقيقة وبس. نواصل الحديث في سلسلة الحلقات التي بدأناها تحت عنوان أو موضوع الروح القدس. في هذه الحلقة سوف نناقش ونتحدث معًا عن الأسس الكتابية لموضوع مواهب الروح القدس ومفهومها ومن يعطيها واتحاد الثالوث في تقديم هذه المواهب لجسد المسيح من اجل عمل الخدمه بنيان المؤمنين ومن اجل اننا نعمل بقوه خارجه عن قوه الحدود الجسديه ونرى فيها بصمات الله وهو يعمل مع الجميع سنتحدث في هذا الموضوع بتفصيل تابعونا اعزائي <سؤال> المشاهدين اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه من سلسله الحلقات التي بداناها عن موضوع الروح القدس. في هذه الحلقه سوف نتحدث عن موضوع المواهب الروحيه وهنبتدي نتكلم ونعرف كل موهبه على حده وسوف نرى كيف ان الله جمل الجسد الواحد بهذه الصوره الرائعه ورتوش وقلم الروح القدس لكي يعطي لجميع أعضاء الجسد دورهم وليقوم الجسد كله بالحركة من أجل مجد المسيح وتتميم مشيئته في حياتنا هنا على الأرض يشرفني أن يواصل معي في هذه السلسلة حضرة القسيس سعيد حكيم أهلا وسهلا بك أهلا بك يا أشكرك على المشاركة واصلي ان ان الرب يتكلم من خلالك ويغني ويثري هذه الحلقه حتى نكون سبب بركه لكل المشاهدين في كل مكان. امين ودعوني احبائي المشاهدين ابدا بالقول ان الهدف من هذه الحلقات ليس تقديم عقيده او فكر شخص شخصي او فكر طائفي، لكن القصد من وراء كل ما نفعله ونقدمه هو اننا نقدم الحق الكتابي ولك انت ايها المشاهد الكريم الحريه الكامله لتختار ما شئت، فالله قدم مواعيد وهذه المواعيد متوفره ومتاحه لكل مؤمن له الجوع الالهي والعطش لكي ياخذ وقال المسيح تبارك اسمه طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. واشدد واقول ان هذه المواهب هي ليومنا هذا وقد اعدها الله ليس لتكون فلسفه او لتكون فقط لحقبه تاريخيه معينه وكان الانجيل ينقسم الى ماضي ومضارع ومستقبل لكننا نؤمن ان الحق الكتابي الحق الكامل اعطاه الله لكي يغني ويثري ويقوي ويستخدم الكنيسه وهي هنا على الارض لكي تكون خير ممثل له يرى الناس فينا يسوع ويرى الناس فينا محبته ونحن نتحرك برساله فعاله وقويه حتى الخدمه التي تخلو من القوه الروحيه هي بصراحه ممكن تكون خدمه عقليه عقلانيه او فلسفيه او دينيه مرتبطه بكلام ديني كتابي، لكن ليس هذا هو الغرض مما نقدمه وما نفعله، عشان كده سنبدا من كورنثوس الاولى اصحاح 12 اعزائي وابدأ من عدد واحد، هنا يتحدث الكتاب المقدس عن المواهب الروحية. وبيقول الوحي: "واما من جهة المواهب الروحية، أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا". أنتم تعلمون أنكم كنتم أمماً منقادين إلى الأوثان البكم كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول: "يسوع أناثيما". وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس فانواع مواهب موجوده لكن الروح واحد انواع خدم موجوده ولكن الرب واحد انواع اعمال موجوده ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل يعني بيبدا الوحي وبيقول لنا قبل ما يقدم لنا المواهب المختلفه بيعمل مقدمه وهي حضور الله المثلث الأقانيم في الجوهر الواحد ويتحدث إلينا عن من يعطي هذه المواهب تعليقك على هذا الجزء من المكتوب يعني واضح أسيس نبيل زي ما الكتاب بيعلمنا أنه الأقانيم الثلاثة بتشترك في كل عمل إلهي نعم رغم انهم مميزين في هذه الاعمال لكن نعم. مشتركين معا في هذه الاعمال كويس تجسد مشتركين في خلاصنا مشتركين في المواهب الروحيه ايضا مشتركين كويس زي ما نوهنا قبل كده انه المسيح قال ان ما تحزنوش انا انا رايح بس انا جاي لكم مره ثاني وتيجي ازاي؟ انا هبعت لكم المعز الاخر مع ان المعز الاخر ده هو قال انا وابي ناتي الا انه الروح القدس هو اللي هيكون موجود، لا. ففعلا الثلاث اقانيم في الجوهر الواحد موجودين زي ما انت تفضلت وقلت في الاستخدامات الروحيه انواع مواهب موجوده الروح واحد، انواع خدم موجوده لكن الرب واحد، اعمال موجوده ولكن الله واحد الذي يعمل الكل ما هو المقصود ب هل دي مرادفات كلمه مثلا بيقول انواع مواهب ولكن الروح واحد، يبقى الروح بيعطي مواهب، دي باينه. الثانية انواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، انواع اعمال موجودة ولكن الله واحد. هل الثلاث كلمات اللي بيشير او بينوه اليهم الوحي دي مرادفات ام كل كلمة تحمل في طياتها معنى اعمق؟ في الواقع كل كلمة تحمل معنى عميق منفصل. يمكن ده يجي التعبير عنه لما احنا نجيب المقصود بالكلام اللي موجود في كروس اولى 12 و14 مع روميا 12 مع افسس 4 بتدخل المواهب الطبيعيه مع انها تحت قياده الروح وممكن تسمى مواهب روحيه طبيعيه بتدخل مع الاعمال ومع الخدم زي ما قال بيتكلم عن المحبه وبيتكلم عن الناس اعوان وتدابير كل دي بتدخل هي دي داخله تحت مبدا الاعمال والخدم والمواهب الروحيه ممكن بس نديها تعريف منفصل لانه بتكلم على المواهب انا اقصد المقصود نمره واحد في المواهب ما فوق الطبيعه نعم مع ان في مواهب طبيعيه تمام بيقول بعديها في عدد سبعه ولكنه لكل واحد لكل واحد يعطي اظهار الروح للمنفعه تعليقك على الايه دي لان فيها حتتين يعني محتاجين ننزل تحت السطر مع الوحي بيتكلم لكل واحد وبعدين بيتكلم على كلمه اظهار تعليقك في الواقع ربنا مش عايز تكون الكنيسه كنيسه جامده نعم آه او كنيسه غير متحركه في الواقع آه في تعريف آه آه لو سمحت لي بس اخد فيه جملتين يا اسس نبيل عن المواهب الروحيه وكنوسس الاولى 12 آه وده تعبير غريب لما بولس بيجيب المواهب الروحيه وبعدين بيسد ان كانت العين ليست يد وان كانت اليد تمام. ليست رجل واخد بالك تمام. او اذن تعرف المقصود من هذا الكلام يعني ايه يعني ان جسد المسيح ده المواهب العين دي ليها مواهب والشم ليها مواهب والاذن ليها مواهب الرجلين ليها مواهب الايدين ليها مواهب فعايز اقول مثلا ايدين ترمز الى القوه الرجلين ترمز الى الخدم و مثلا الشم بينظر بيرمز الى مواهب التمييز انا بستغرب الكنيسه اللي بتعيش من غير مواهب روحيه وهذا هو التعريف الكبير كان جسد المسيح ده بالنسبه لهم ميت غير متحرك لكن اذا كانت المواهب او, أو حتى يعني ممكن ما نروحش لكلمه ميت لكن نقول ان في اجزاء عاطله والجسم اللي فيه أجزاء عاطلة يعني واحد مثلا ودانه ما بتسمعش أكيد ده عنده مشكلة تؤثر على الجسد يعني في حالة شلل آه يا أستاذ يعني أنا عاوز أوافقك في الكلام أنت عاوز تخفف الوضع عشان خاطر يكون مقبول للناس لكن أنا بستغرب لما الكنيسة بتاعت المسيح تكون بدون حاسة الشم كيف تقدر تعرف تميز اذا كان من دون حاسة النظر كيف تعرف ستؤثر م... على الجسد مثل كله. بسيط لما آه. وقف اغابوس النبي آه. في في اعمال 10 آه. آه. سوري 11 آه. وقال ان جوع عظيم سوف يحدث ده كان شايف بعينيه الروحيه العينين الشغاله بقى أي. مش العينين العطلانه أي. يا جماعه ابعثوا للناس الرسل الموجودين في اورشليم هتحصل مجاعه ولازم تعملوا حسابكم ادي العينين حسه الشم وهندخل بعد كده كمان للتعريف بتميز كمان يعني عايز عايز تقول ان الجسد متحرك ان الجسد كله لابد ان تكون اعضائه عامله وما ينفعش واحد من المؤمنين يقول انا ما عنديش موهبه لان الكتاب بيقولها يعني بكل وضوح لكنه لكل واحد يعني كل واحد من حضرات المشاهدين الذين اختبروا خلاص المسيح الله قد وهبك او وهبك بموهبه معينه اصلي ان نكون اعضاء عاملين أمين. اعضاء حياه الجسد كله والقلب الذي ينبض بالحياه يكون بيلمس كل هذه الاعضاء لنا الراس وهو المسيح اصلي ان لا يتكاسل احد ولا يختبئ تحت مرات كثيره اعذار تتتط... يعني ترتبط بصغر النفس او بالاحساس بقله الموهبه او او لكن الله اعطى لكل واحد من اعضاء الجسد موهبه معينه وبعديها بيقول كلمه اظهار الروح للمنفعه كلمه اظهار انا الحقيقه رجعت لها في اصل المعنى بتاعها لقيتها بتعني كلمة فلاشز أو ومضات وده بيقول إن إن الله مرات كتيرة أيضا يعطي هذه الومضات أو هذه في في ظروف معينة في حال معين الله يمكن أن يثري الجسد بأكثر من موهبة طبقا للاستخدام الذي يقصده أو يرغبه الله. بينتقل بعد كده للمواهب الروحية وعايز حضرتك هم تسعه عايزين نصنف التسع مواهب دي في مجموعات مختلفه حتى نستطيع ان نفهم الفكر الالهي من وراء هذه المواهب. آه نعم يا استاذ نبيل آه الم... المواهب التسعه يعني مش انا اللي قسمتها احنا آه أفدونا علماءنا وخدامنا وكتبه الكتب اللي ساعدونا اننا نصل والكتاب نفسه ساعدنا اننا نقصص ونلم هذه المواهب في ثلاث باكجات ثلاثه كبار. فالثلاثه الاولانيين بيسموا مواهب الإعلان. كويس. اه اللي هي مواهب كلام حكمه وكلمه العلم وتمييز الارواح. على فكره دول يعتبروا الجزء الاولاني واعظم ما في هذه المجموعه الاولى كلمه الحكمه. المجموعة الثانية مواهب القوة وهي عمل القوات ومواهب الشفاء وموهبة الإيمان كويس. وعلى فكرة أعظم هذه المواهب الثلاثة اللي هم دول بتوع القوة موهبة الإيمان ثلاثة تانيين اللي هي مواهب الإلهام أو الكلام أو النطق تمام. الألسنة والترجمة والنبوة على فكرة في تعبير بسيط يعني أنا انسجمت لي عايز أقوله في الجزء الأولاني بتاع الثلاث مواهب دول بتاع الأهم بيقولوا إن ده عقل الله فكر الله الجزء الثاني بتاع مواهب القوة بيقولوا دي قوة الله أو إيد الله تمام النوع الثالث بيقولوا هو ده لسان الله حلو خالص آه. تمام آه، نبدأ بالجزء الأولاني وهو آه، الإعلان وده مرتبط بالمعرفة ونبدأ بكلام حكمه بس انا عايز انوه واكيد حضرتك تعرف المعلومه دي اصل الكلمه في كلام حكمه وكلام علم ليس كلام لكن كلمه علم وكلمه حكمه علق لنا على الاول الحكمه وماذا تعني وبعد كده ننتقل الى العلم وماذا يعني كلمه الحكمه هي نوع الموهبه العظمى في مجموعتها اذا جاز لي التعبير وهذا اعتقد يعني بعد تفحص ودراسه لكن ممكن الله يعطي استزاده في هذا فهي الموهبه التي تعبر عن الانباء بالمستقبل زائد قدره الله لتنفيذ هذا المستقبل عن طريق الايمان دي دي حضرتك الانباء بالمستقبل ده تحت اي واحده من دول؟ اللي هو الحكمه كلام الحكمه كلام الحكمه طب امال ايه هو الكلام النبوي؟ آه لو نتكلم على الكلام النبوي هنخرج موهبه النبوه من الكلام النبوي لان موهبه النبوه لا تعني الانباء بالمستقبل جزء من موهبه النبوه هو الانباء بالمستقبل لكن ليست كلها انا بتكلم بالنسبه للموهبه بتاعه النبوه الموجوده في كورنثوس الأولى 14 أي. لا تعني ابدا الانباء بالمستقبل لكن في تعريف هنا في كرونسوس الاولى 14 عدد ثلاثه لما بيقول انه من يتنبا يكلم الناس ببنيان ووعظ وتعزيه تمام. او تسليه تمام خرج هذا من ضمن النطاق بتاع الانباء بالمستقبل حتى ان كلمه نبوه حتى لما استزدت في بحثها والحديث بتاع الناس العلماء اللي هم وصلوا الى اصل اللغه هي تعني فيض هي تعني رفع تعني تسبيح تعني تعظيم هذه الكلمه بتاعت نبوه لكن اذا اردنا اننا ندخل في نطاق المستقبل او في كشف الحاضر فالموهبه البسيطه دي لانها موهبه الكلام بتستعير معاها او اذا جاز التعبير الموهبه الكبيره زي موهبه الحكمه بتستعير النبوه على خاطر الجزء السمعي تقدر توصله فموهبه النبوه بتمتاز انها الاعظم اللي اخذ عليها صح كورنثوس كله بتاع 14 واشار اليها في 12 يعني حوالي يمكن 20 مره على ما اعتقد سوري 12 مره في في الاصحاحات من 11 ل 14 عشان خاطر يقول لي شوف انا قد ايه محتاج لهذه الموهبه هي طبعا كلمة حكمة مهم جدا يعني اني انوه واكيد انت بتوافقني في هذا ان كل ما نتحدث عنه ان كان كلمة حكمة او ان كان كلمة علم ان كان قوة ايا من هذه المواهب لابد ان يكون اساسها مرتبط بشخص المسيح اللي مكتوب عنه انه مزخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلم اذا الحكمه والعلم كلام حكمه وكلام علم الاثنين مصدرهم الراس وهو شخص طبعا. المسيح تبارك اسمه طبعا. فعايز اقول ان كل ما نتحدث عنه من مواهب لابد ان يكون اساسه شخص المسيح انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انا يعني وجهه نظري انا الشخصيه في هذه الايام في ناس ذهبوا الى التطرف وال انا بسميه الانفلات بمعنى يقول لك احنا عندنا دلوقتي خدمات الخدمه بتاعنا اسمها خدمه النبويه او خدمه تمييز الارواح ويعملوا خدمه اسمها خدمه خدمه نبويه وواحد يقف يتنبأ كل اللي يعمله يتنبأ، انا لا اعتقد ان هذا هو مفهوم الكتاب عن هذه الامور لكن الكتاب اساسنا هو كلمه الله منين تغذي الناس؟ منين تبني ايمانياتك؟ منين تبني ايضا بزار الايمان؟ لابد ان يكون اساس كل هذه الامور هو كلمه الله، فكلمه الله لا ذالت الكلمه المعصومه التي لا تتغير اللي بيستخدموا الله من مواهب زي ما هنواصل هو من اجل الاستخدام من اجل تمجيد الله وتثبيت الكلمه فما ينفعش ان انا افرق واقول احنا خدماتنا الكنيسه بتاعتنا مثلا كنيسه نبويه الكتاب ما فيش حاجه اسمها اثبت لي وريني فين في الكتاب ان في حاجه اسمها كنيسه نبويه في حاجه اسمها مواهب الروح القدس يستخدم فيها الروح النبوه لكن مش عارف ومرات كتيرة بقى بتطلع القاب النبي فلان والرسول فلان الحقيقة أنا لازلت عندي مشكلة شخصية في هذا الموضوع لأني لا أرى في هذه الأمور وأنا بس حبيت أنوه في البداية حتى نبقى واضحين أيضا ما فيش حاجة اسمها تدريب على استقبال المواهب يقولك يعني أنت عايز تتكلم بألسنة وأنا شفت دي حاجات بتحصل يقولك تعالى وبعدين يبتدي يديلك حصة أو درس إزاي تتكلم بألسنة ويشرح لك التكنيك بتاع الألسنة هو في واقع الأمر إذا كانت الموهبه تتحول الى درس فما عندك وما سوف يكون لك هو درس لكن الموهبه هي عطيه الهيه لا يتدخل فيها انسان ولا يعبث بها بشر اعتقد بتوافقني على على آه دي. بس بوافقك وعندي ملحوظه بسيطه على الاتجاه الثاني بتاع التعليم آه مثلا اذكر آه آه لك نص آه بيقول لما آه الكتاب لما داود راح لصموئيل وكان عنده بول كان صموئيل رئيسا عليهم وعلى فكرة آه اترقص مدرسة الأنبياء ناس كتار آه إليا وإلي شعوى وإلى آخره وصموئيل كمان آه بيعمل إيه المسؤولية دول على العموم وحتى بولس التنظيم اللي حطه في كرونسوس الأولى 12 و13 و14 بيّن لي كيف أقدر أستخدم الموهبة فإذا كان لما الكتاب ليحكم الآخرين إذا كان كلمة دي ليحكم يا سيس نبيل هو إنه يرشدوا الناس إنه الكلام اللي أنت قلته في شيء لا يتفق مع الكتاب زيادة الحتة دي والجزء اللي أنت اتكلمت فيه موهبة النبوة كان ناقص الحتة دي ليس معنى كده تدخل وإن الموهبة تحتاج إلى زيادة منا أو تنقيص منا لكن الروحيين اللي بيحكموا عشان كده لو نلاحظ في تسالونيكي خمسة بيقول إيه؟ اتمسكوا بالحسن طيب. ماذا تعني تمسكه بالحسن؟ ان في جزء غير حسن ده انا احتاج اعمله ايه؟ اعلم الاخرين، فينبغي ان اننا نتعلم ها كيف يكون الحدود اللي انا بتنبأ بيها كيف يكون الحدود اللي انا استطيع ان اقدمها للناس من خلال موهبه النمو لا انا ما مش مش يعني ان لا السامع انا فاهم قصدك يفهم شيء تاني غير يعني المأصل. انا لا يوجد في الكتاب المقدس انك تعمل خدمه والخدمه دي كلها اسمها انك تقعد تتنبأ على الناس في الكنيسه لا الخدمه الاولى اخري لا لا. او ده دي النقطه الاساسيه مزبوط. لان مزبوط. في ناس بت بت بتسيب كل الكتاب ودي ناس سوري يعني متاسف ليس لها اساس ده دول يحملهم بعد كده كل ريح تعليم لانه مش مؤسس على الكتاب مؤسس اما على المشاعر ام على الخبره او الاختبار الشخصي او على ما يلقى عليه من اخرين مزبط. حتى لو كان البعض بيدعي النبوه والبعض ممكن يكون عنده انا لا اقلل من هذا لكن اللي انا اعرفه من كلمه الله ان كل حاجه حقيقيه لها بس. فيوم عشان كده الكتاب بيقول ان يتنبا اثنين او بثلاثه لكن بيتكلم ان في حكم على النبوه ليس انزالا الهيا وليحكم اخرون هاي. حته ال... هل يمكن ان يكون هناك كلمه حكمه طبعا الوحي يميز بين انواع كثيره من الحكمه حتى الاسيس هاي. يعني يتكلم على في يعقوب ان ان ان, إن من يعوزه حكمه فليطلب من الله وبعدين بيتكلم على الحكمة النازلة من فوق التي هي ليست أرضية نفسانية شيطانية لكن ليست هذه الحكمة اللي بيتكلم عليها في بالزبط. هذا الجزء بالظبط طب إيه الفرق بين دي وبين الحكمة الأخرى أو رأس الحكمة مخافة الله أو الحاجات اللي موجودة في أمثال سليمان هل دي بالظبط زيها أم هنا نتحدث عن نوع آخر من كلمة الحكمة علوم انا بوافقك 100% في التعريف اللي انت قلته لا تعني ابدا حكمه كحكمه سليمان او ان الله يعطي اتصرف في موقف بحكمه خاصه او اني انا احاول اتدبر اموري بحكمه خاصه لكن كلمه العلم خلينا نصل لهذا كلمة, كلمه العلم وكلمه الحكمه وتمييز الارواح هي عباره عن اعلان مباشر من الله للنفوس اللي عندها الموهبه بتعطى بطريقه الهيه بحته لا تدخل لل... لل... للادراك البشري او الاجتهاد البشري فيها مثلا انا عايز انا ليه فرقت بين كلمه العلم وكلمه الحكمه فمثلا لو احنا اخذنا كلمه الحكمه اللي هي الجزء الاولاني وتعتبر الاعظم في نوعيتها مثلا لو اخذنا كلام النبي للملك وهو بينبئه إليشع على أنه الجيش بتاع ملك أرام تحذر منه لأنه موجود في المكان الفلاني والعلاني ومش مرة واثنين ولا ثلاثة تمام. هذه كلمة علم عرف منها النبي الله أعطاه إياها أنه هيكون موجود في خطر في المكان ده فذهب وحذر ملك إسرائيل بهذا تمام. مثلا كلمة علم أخرى جيحزي لما راح رجع وقال أنا حي هو الرب مع مع ما قالش أنا الواقف أمامه م. وراح ورا نعمان علشان خاطر ياخد منه الفضة والذهب والثياب وبعدين رجع تاني وبعدين إليشا قال له كلمة غريبة قال له من أين يا جاحظ؟ لا أين إيه؟ هو في إيه؟ بتقصد إيه؟ بيقول له ألم يكن قلبي معك آه. ها آه. كان ينبئه بحادثه حدثت في الماضي تمام. وهذه الحادثه اللي حدثت في الماضي على فكره اليشا ذكر له التفاصيل بقوله أي. الم يرجع الرجل للقائك ها وكشف له على حاجه تانية موجوده في ذهنه هذه موهبه العلم او كلمه العلم م. قال له هو وقت للحقول ولا الله له طب انا ما اشتريتش حاجه قال له ده معناه ان انت كنت بتفكر في جنس وقال له الجواري م. قال له ما جبتش حاجه ما عنديش جواري قال له انت كنت بتفكر في جنس فشوف كلمه العلم كشفت ما حدث في الماضي وكشفت الطريقه التي رجع بها نعمان لي وكشفت ها الاشياء اللي في ذهن جه عزي وما يفكر فيها هذه موهبه العلم او كلمه العلم لما اقصد كلمه العلم ما تعنيش ان الله يدينا علم المطلق قال احدهم هذا التعبير اللي عجبني اسس نبيل قال لما تروح لمحاميك وتقول له بس انا فهمني ايه اللي هتعمله في القضيه بيقعد يديك من القوانين اللي هيستخدمها عشان خاطر قضيتك قانون او اثنين بس مش معناتها لما انت عرفتهم بقيت انت محامي لا, لا ابدا فالله <applause> فأ بيدينا كلمه العلم على الدين في الوقت المعين اهو اليشع نفسه <applause> الذي علم كل هذه واشياء اخرى ثانيه مهمة العلم لما جات الشوناميه عند رجليه وبتبكي فقال لي جهز يسيبها يا عمي ده نفسها مره والرب كتم عني الامر م. فليس كل الامور حتى معلنه م. للذين عندهم موهبه العلم او عندهم موهبه الحكمه لكن في حدود معينه الله يعطيها للنبي وقتها دون اجتهاد منه ويجوز ان يخبا عنه شيء كما خبا عن الإشعاع. اشكرك على التوضيح الجميل احنا خدنا تقريبا نص الحلقه صدق او لا تصدق رغم ان كان نفسي ان نغطي الموضوع كله لكن عايز اقول كمان ان ممكن كلمه الحكمه هي تكون كلمه إلهية في موقف معين عن طريق هذه الكلمة يفتح الله أو يعطي إجابة لمشكلة ما ويكون الأمر كله بقيادة من روح الله وكلمة العلم مرتبطة جدا بكلمة الحكمة وكلمة العلم شبه شبه أحد كلمة العلم بتشبيه لزق في دماغي أوي. قال زي واحد ماسك نور أو بطارية في مكان مظلم وهو بيدور على حاجة معينة وما يعينه هو هذا النور، فالله مرات كتيرة يعطي لنا كلمة لفهم أو لحل موقف معين أو حتى أثناء الخدمة الله يتكلم من خلال المتكلم بروح النبوه عن امور حقيقيه تحدث لناس قاعده لا يعرف عنها شيء بالزبط. وده اكيد حضرتك سنين أيه. طويله في الخدمه أيه. تكرر معك وانا قد اختبرت نفس هذا الشيء سؤال اخير هل كان المسيح يمارس هذه المواهب وهو بعد في خدمته على الارض يعني عايز احط مثالين وقول لي المثالين دول ينطبقوا او لا ينطبقوا على اي جزئيه، يعني حته السامريه لما قال لها اذهبي وادعي زوجك وقالت له ليس لي زوج، قال لها يعني انت قلتي بالحسن، حته السامريه هذه مناقشه، الحاجه الثانيه لما نزلوا له الانسان المفلوج اللي شايلينه الحمالين وبعدين يقول الكتاب حاجتين، يقول الكتاب ان انه قال له مغفوره لك خطاياك وعلم الله او علم المسيح افكارهم يعني كان شايف ومرة تانية أقول وراء يسوع إيمانهم دي يمكن حاجة مختلفة فحتة معرفة الفكر هل تدخل تحت أي من الاثنين دول أم دي تحت طبقة أخرى والمواجهة مع السامرية ومعرفة الخلفية بتاعتها دي تقع تحت إيه الكلام اللي تقوله مظبوط استخدم المسيح كلمة العلم بالنسبة للسامرية وقال لها انه كان ليكي خمسه ازواج وغيره تمام. استخدم المسيح كلمه العلم مع نثنائيل لما قال له انا قبل ان يدعوك في البوس رايتك تحت الشمال تمام. شيء غريب يا سيس نبيل آه مثلا آه احيانا موهبه الحكمه والعلم بتتداخل مع بعض آه. مثلا اجى نبوخذ نصر امر بالاباده حكماء بابل جه مش عايز اطول جه احضروا له دانيال وقال له ان دانيال كان الشرط كده تقول للملك الحلم اللي حلمه ما حاجه اسمها تقول عشان الملك يقول الحلم وانت آه تبصر آه آه حلم تعرف وتقول لي تعبيره آه دانيال وقف آه وحكى آه للملك الحلم من الراس للاصابع بالظبط هذا كان الجزء بتاع موهبه العلم وبعدين قال له اسمع ايها الملك انت ملك ملوك ادي الفطره بتاعتك اللي انت فيها معلش اهو جاب حاجه هو موجود فيها حاليا آه وهي العلم بتاع آه الراس من الذهب لكن جاب له بعد كده على الجزء الباقي من التمثال، الصدر والزراعين والبطن و أن وصل للآخر. استخدم دانيال موهبة الحكمة للإعلان عن حوادث جاية من أول نبوخذ نصر إلى مجيء المسيح، فهذه كلمة الحكمة دخلوا الاثنين مع بعض. آه يعني. معلش تاني. مثل تاني آه. بتاع يوسف آه. لما آه. حلم فرعون الحلم اتكرر مرتين، فرعون يمكن كان يعني شويه اهدى من نبوخذ نصر فحكى آه. له الحلم آه. بس فرعون اعترف بالحقيقه انا دعيت وعملت ما حدش بصر انت آه. اللي تقدر زي ما قال الساقي يوسف استخدم نفس التعبير قال له ان حلمك ده حلمته مرتين معناتها ان الله بيأكد ومسرع بالامر وقال له اسمع هيجي سبع سنين كذا آه. وسبع سنين كذا جميله قوي دي حته الحكمه دي اه اه فاذا اللي عمله يوسف انه اخبر عن 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 تفاصيل حرم فرعون بموهبه العلم نعم. لكن اعطاه الضوء بتاع حكم الله للمستقبل تمام. مع تدبير روح. الله بالنسبه للمستقبل فشوف قد ايه يختار فرعون رجل حكيم شاء مين قدك انت فاستخدم يوسف الحكمه والعلم مترددتين معا واستخدم دانيال الموهبتين متمشين معا وعلى فكرة إذا موهبة الحكمة والعلم أرادت أن تنطق ملحوظة بسيطة مثلا صموئيل أخذ كلمة العلم وهو نايم والرب قومه لكن ما كانتش لسه معروفة كانت في زهن وشافها مم. جواه لكن استخدم موهبة النبوة البسيطة دي عشان للنطق بها أمام عالي أشكرك على التوضيح الجميل أعزائي المشاهدين هناخد فاصل ثم نعود لنواصل هذا الحديث المهم عن موضوع المواهب فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم احبائي في كل مكان في العالم نرحب بكم في هذه الحلقه الخاصه التي نتحدث فيها في سلسله حلقات الروح القدس وهذه الحلقه بالتحديد نتحدث عن مواهب الروح القدس وبدانا بان ان هذه المواهب يهبها الله المثلث الاقانيم فالروح يهب والله الاب يهب والرب الابن يهب ايضا وبدانا بالاعلانات او مواهب الاعلان اللي حطيناه في مجموعه من ثلاثه مواهب وهي كلام حكمه واصل الكلمه هي كلمه حكمه وكلمه علم ثم تمييز ارواح دول المواهب ودول مرتبطين بالمعرفه التي يكشفها الله ودي مش بنتكلم على شطار الدارس او شخص محنك في حكمة معينة لا مش بنتكلم على الحكمة اليومية التي نحتاجها كلنا كمؤمنين حتى في حياتنا اليومية لكن بيتكلم زي ما شايفين حضراتكم عن الشاشة ان الله بيعطي لواحد كلام حكمة والاخر كلام علم بحسب الروح الواحد واخر ايمان والاخر مواهب شفاء بالروح الواحد لكن وردت كلمة تمييز الارواح في عدد عشرة عدد عشرة بيتكلم على تمييز الارواح فاحنا حطينا الثلاثه دول مع بعض كلمه الحكمه وكلمه العلم وتمييز الارواح كلمنا عن ارتباط كلمه الحكمه وكلمه العلم ببعض وكيف ان الله يعطي في موقف معين او في ظروف معينه لقصد هو يريده ضوء وكشف معين يعطي حكمه للتصرف في موقف معين ربما يكون هذا الموقف سيترتب عليه نتائج مستقبليه وقلنا ان كلام العلم او كلمه العلم لها نوع من الارتباط بان الله يعطي هذه المعلومات ليتصرف الانسان مرتبط بالحكمه فالاثنين العلم مع الحكمه ماشيين مع بعض وقلنا ان النموذج الاكمل هو شخص الرب يسوع طبعاً. المسيح طبعاً. الذي زخر لنا فيه جميع كنوز الحكمه والعلم خلي بالك دول الكلمتين والتعبيرين والموهبتين اللي الكتاب اتكلم عنهم بكل تحديد ننتقل الى تمييز الارواح وسؤال هنا احنا لو قرينا المواهب كلها بصوت عالي ما نلاقيش فيها اي حاجه لان ناس مرات كثيره بتستخدم تعبيرات غير كتابيه يبدو انها روحيه ويبدو انها تتعلق بالمواهب لكن ليس لها علاقه بالمواهب يعني واحد يقول لك ده الاسيس فلان او ابونا فلان عنده موهبه اخراج شياطين انا مش شايف هنا حاجه بتقول اخراج شياطين لكن ممكن ان تكون هذه الموهبه تحت احد هذه المواهب ده اللي عايزين حضرتك تسترسل وتدينا فكره عنه او واحد يقول لك انا ما عنديش موهبه الكرازه دي كلها تعبيرات احنا ما شفناهاش في الجزئيه دي فما هو تعليقك؟ ما اعرفش يعني يمكن المقصد الاساسي اللي انت عملت على المقدمه معرفه او ايه التعريف لموهبه تمييز الارواح بالظبط كده مش كده برضه. آه. وبعدين بالنسبه لاخراج الشياطين او بعض تمييز الارواح لا تعني ابدا لان احيانا بتستخدم التعريب بطريقه غريبه كاني انا عندي قوه الاستنباط اذا كان الشخص ده كذاب ولا مش كذاب آه. اذا كان ده مش عارف ايه كانه ايه آه. ناس بتدعي لانفسها آه. آه. انها تمتلك كل الكتاب كتاب تمييز ارواح الجزء بتاع الموهبه دي زي ما هي دي جزء فائق للطبيعه زي بقيه المواهب الروحيه آه. هي عباره عن اعلان بطريقه معجزيه للتمييز ان هذا العمل على فكره لتمييز العمل ما فوق ده ده عمل فوق الطبيعه بيميز شيء نعم. خارق للطبيعه نعم. من ناحيه ايه تحت كلمه ارواح والارواح هنا جت بالجمع تعني فعلا يا اما المصدر بتاع العمل اللي فوق الطبيعه ده بشري ايوه يا اما الهي ايوه يا اما شيطاني والا قال يعني ما كانش حطها بصيغه الجمع بالظبط أيوة أيوة. البشر بشر هنا لا يعني الناحيه البشريه العاديه أيوة. لكن في تعبير غريب حتى لما اتكلم الرسول بولس في تسالونيك الثانيه صح اثنين قال الشيطان ياتي بايات وعجائب ومعجزات كاذبه في سفر الرؤيا بيتكلم برضو عن الايات والعجائب المعجزات الكاذبه زي مثلا في خدعه اتخدع بيها الناس ان الوحش لما هيجي ويقدم الذبيحه يجيب بيقولوا لو جت نار من السماء اكلت الذبيحه يبقى هو ده المسيح مع ان ده عكس اللي هيحصل هيجيب نار من السماء وتاكل الذبيحه مش مشكله لكن مين اللي عنده هذا التمييز من خلال شخص بشري يقوم بعمل ما فوق الطبيعه الا الذي يستطيع ان يمتلك هذه الهبه الروحيه وهي تمييز الارواح فهي عباره انا هميز مين المصدر لهذا العمل هديك بعض من الشواهد يا سيدي نبيل بسرعه فمثلا آآ آآ هنجيب تمييز حاجه بشريه واحد بيقوم بعمل فوق الطبيعه واحد ارميا كان بيستمع لنبي في 28 ارميا اسمه حناني بيتنبا وعلى فكره الراجل ده تنبا قبل كده م. وممكن يكون يتنبا مظبوط لكن في الوقت اللي كان فيه ارميا مشغول بنبوه خاصه وانه بيقول للناس اطلعوا للسابي نير مالك بابل اهو عليا ولازم نحط عليكم ده بيقول كلام بخلافه وبرده بيدعي النبوه والنبوه شيء فاق للطبيعه النبوه يعني مش النبوه العاديه بتاع مهمه النبوه لكن كلمه الحكمه وكلمه العلم وبيقول لا كسرت نير ملك بابل ولا اخره وشيل وبيقول لي ارمي ايه اللي انت بتقوله ده شيل النير من على راسك فارمي بص له كده قال له اسمع اي نبي او شخص بيتكلم من الكتاب اذا ما حدث هذا يعتبر كانه ضد الله بيتكلم ضد الارميا يميز الكلام ورجع ربنا قال له ارجع مره ثانيه لحنان وروح الهيكل واحكم على موت هذا الرجل لان الراجل ده كذاب زي ما انا أوحيت اليه م. فميز ان النبوه بتاعه الراجل ده كانت كذب م. نيجي لموقف ثاني ممكن تكون موهبه التمييز نوعيه تسلط الارواح الشريره م. على انواع معينه م. من جسم الانسان يعني مثلا كثير من الاطباء النفسيين تحكم على شخص إنه مريض نفسي وممكن يكون ده لمس شيطاني أو ممكن يكون ده تلبس شيطاني وده ما يقدرش يميز ده غير الجزيئة بتاعت موهبة التمييز أول بسرعة بس بعض الشواهد فضل. السريعة أحيانا تحتاج موهبة التمييز إلى معرفة مصدر الكلام من شخص حتى لو كان منطقي منطقي فمثلا العرافه الموجوده في صح 16 من سفر الاعمال ذهبت لكي تنادي وتقول لهم ايه دول بينادي اولاء هم الله لا لا حي... آه. مع ان هي حذفت جزء فهو مش آه. طريق من الطرق ده هو آه. ده الطريق الوحيد بتاع الخلاص تمام. فبولس باحساسه آه. مش محتاج واحد يبشر آه. مع انه بيشجع الناس مره قال في فيليبي انا هفرح بعله او بغير, بغير علة آه. بس بالنسبه للسيد مش هيفرح آه. لان المصدر مش شخص بيتكلم بعلة بيبشر بالمسيح نعم. ده شخص الشيطان مباشرة نعم. داخل هذه المرأة العرافة عشان كده بولس التفت إليه وأخرجه وسبب لنفسه مشاكل لأنه أخدوه بعد قبضوا عليه تاني حاجة بولس وهو نازل بعد لما الكنيسة بتاعت انطاكي أفرزتهم راح إلى أبرس عليم الساحر قاومه بشدة بولس ميز وعرف مم. هذا الكلام وقدر انه ينتهره حته تانية مهمه فيلبس كان بيعمل ايات ومعجزات وتخلص على ايديه ناس كتيرين وعمد الناس اللي قبلوا كلمه الله ما كانش عنده حته التمييز ديت وهو عمال يعمد ها سيمون الساحر تصور يا أستاذ نبيل لما جه بطرس ويوحنا اللي نزلوا بطرس بص للعليم قصدي لهذا الراجل الساحر وقال له انت الممتلئ غش وانت مقيد الامر اللي ما ميزوش في لبس وعمده بالغلط في معموديه الميه لكن بطرس الذي يمتلك موهبه التمييز استطاع ان يميز ان هذا الرجل ما كانش لازم يتعمد بالميه وما قبلش كلمه الله وعباره عن تصديق عقلي لكن ده عليه رباط الشيطان فاستطاع بالعين بتاع موهبه التمييز ان يدرك ان هذا الشخص مربوط شيطانيا ومالوش دخل خالص أبدا بالايمان للنسية. انا عايز اخد حته عمليه آه. في حته تمييز الارواح آه. لان انت ربنا استخدمك لسنين حوالي عشر سنين في مكان معين لاخراج شياطين والرب عن طريق الخدمه الطويله دي كانت سبب بركه لنفوس كثيره هل اختبرت حته تمييز الارواح في دائره اخراج الشياطين أو الفرق بين مرات كثيرة يعني خليني أوضح الفكرة ويعني أقترح وأشجع جميع المشاهدين اللي عنده أي أسئلة في هذه الدائرة ويحتاج أنه يتواصل معنا من فضلك اكتب لينا على البريد الإلكتروني أو تواصل معنا بطريق بأي من الطرق الموجودة على الشاشة only the truth at تي في .com او اتصل بالارقام او اتصل بالكارما وقول لنا على الاسئله بتاعتك قول لنا على ممكن تكون حاجات حصلت قفلت الباب قدامك او جعلتك تظن ان كل هذه الامور امور غير موجوده اليوم او غير حقيقيه او زائفه بسبب تصرف او اخر لكن اشجعكم ان تشاركوا معنا اسئلتكم حتى نثري هذه الحلقه والحلقات الاخرى ونقدم كلمه الله كما هي يعني ممكن يكون في شخص مريض وهستخدم بالتحديد مثلا مرض السرطان مرات بتبقى روح مرض ويتعجب قائل يقول لك روح مرض يعني, يعني هتقف هو المرض ده روح واحد اعترض علي مره قال لي انت بتنتهر المرض هو المرض ده, ده مرض عضوي في الجسد الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غريب شويه فقلت له الم يقف المسيح ويضع يده على حماة بطرس وينتهر الحمى واحدة من الاثنين يا إما المسيح كان غلط يا إما الكلام ده صح وأنت تحتاج إلى تصحيح ما تقوله فهناك مرات كثيرة أمراض تضعها هذه الأرواح الشريرة ومرات كثيرة ذات المرض يكون مع شخص تاني أسبابه عضوية ليست امراض يعني مش مرتبطه بحضور روح زي ما كنا بنشوف في خدمه المسيح له المجد على الارض لما كان الشخص يطلع منه الروح الشرير وكان اصم يسمع بالزبط. او اعمى يفتح فهل اختبرت انت هذا التمييز الروحي في خدمتك لمده العشر سنين انا متاكد لكن عايز اقول ادينا هايلايت منهم كده حتى نحول هذا الكلام من فقط تعليم الى واقع <applause> يمكن من اكثر التعقيدات اللي صدفتني آه والرب بيستخدمني في آه آه امور اخراج الارواح الشريره انا كنت في بساطه مع يعني انا تربيت في مدرسه كبيره من الناس اللي, اللي كانوا بيدونا ملحوظات وبيعلمونا كان من ضمن الملحوظات البسيطه مثلا بنخرج بره شطان وبعد اسطنبول انا ملك ومش عارف ايه وبعد انا ضربته قلت له ما فيش حاجه اسمها ملك وبتاع الاسيس بتاعنا كان و... كان قاعد وبيشوفنا واحنا بنمارس قال مين قال لك ان هو مش ملك؟ قال لك لما ترجع لافسوس موجود آه. انهم نزلوا برتبهم بس مم. في حاجه هنا مهمه هم مش ملوك علينا احنا هم ملوك في عالمهم الخاص وعلى البشر غير المجددين بقول لك قد ايه ملحوظه اتعلمنا من خلال الحاجات السلبيات نقدر نعرف نستخدم مظبوط احيانا كنا نخرج الشياطين دون ان نامرها مسبقا بالسؤال اي الامراض التي اتيتموها للجسد مم. إذا لدرجة أنا شعرت أحيانا بتأنيب الأشياء اللي أنا ربنا استخدمني فيها بعض من الأوقات كان الشيطان يخرج دون أن أسأله أي الأمراض لأن لازم أسأله أي الأمراض ياخدها معاه؟, معاه أو يفكها أه زي كتير صلينا مثلا لبعض من الحالات الخاصة النسائية ناس ممنوعة عن الحمل ويكون الشيطان هو اللي منعها بعض الناس بيجيب بعض الامراض زي القلب زي ما انت او السرطان او او لاشياء اخرى. يعني اذكر مره حديثه واحده كان ماسكها من قلبها واخد بالك؟ عند الامر بخروج الشيطان كان الامر انه يتفك عن القلب فاول لما خرج الجان او الروح الشريره السيده صرخت قالت قلبي بعدين سالناها ايه اللي حصل حاجه خرجت منها وبعدين احنا حبينا نستفسر اشمعنى يعني قلبك بالذات قال لي انا مريضه بالقلب ورايح للدكتور فلان 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 وقالوا لي وعندي الأشعات وعندي الاكس راي وبعدين لما راحت تعمل الفحوصات بعد كده طلعت ما عندهاش شيء لانه فعلا الشيطان اخذ كل هذه الاشياء عموما اعزائي المشاهدين هيكون لينا حلقه خاصه في هذا الموضوع وهنتكلم عنها بالتفصيل ننتقل الى المجموعه الثانيه وهي مجموعه او المواهب المرتبطة بالكلام أو اللي سميتها حضرتك مواهب القوة اللي هي النبوة والألسنة وترجمة الألسنة السؤال اللي هيطرح نفسه ما هو الفارق بين موهبة النبوة وكلام العلم آه موهبة النبوة زي ما عرفها بولس في كرونسوس أولى 14 عدد 3 إن من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتعزية أو تسليم قال احدهم اللفظه الحلوه دي اللي بتعجبني قلت تعرفوا موهبه النبوه هديكم مثل عليها بيقول زي المؤمنين كانهم راكبين السفن بتاعتهم او المراكب زي ما بولس كان راكب السفينه وتعرض لاخطار ولا غير وزي التلاميذ لما تعرضوا للغرق في وسط البحر قال عباره عن شخص غرقان والسفينه موجوده تحت وطئه احجار او صخور معطله السير هل تعرفوا موهبه النبوه بتعمل ايه؟ انها بتوجه السفينه في اتجاه اخر وبتدفعها انها تمشي عشان خاطر تاخد اتجاهها المضبوط. قال ده اللي بيحصل في موهبه النبوه، فهي موهبه لكي تشجع وتعضد وتبني وتسلي وتفرح المؤمنين اللي موجودين في الكنيسه لدرجه ان هي الموهبه الوحيده التي تقدرون جميعكم ان تتنبأ عايز اتدرج لحته بس مش عايز ادخل لاغوارها. في الحته دي بتاعه كروسس اول 14 في موهبه النبوه بتتدرج من المقدره للموهبه وبعدين بتصل بعد كده الى الوظيفه ده مش مجال اللي احنا ندخل في التفسيرات فالمقدره يقدر كل واحد الله يعطي له بالطريقه المبسطه الحلوه النغمات الحلوه بعض منها قال عباره عن فرس ماشي احيانا تخليه يمسك اله موسيقيه واحيانا واحد بي بيقول للناس خلي بالكم في صخور قدامكم، واحد تاني بيقول لهم ايه؟ امشي بهذه الطريقه وابعد عن هذه الطريقه، فهي مش نبويه بالمعنى النبوي كانها بتنبئ بالمستقبل، لكن عباره عن محرضه مشجعه ها معضده، لذلك دية المقدره. ممكن المقدره تتحول الى موهبه. وده اللي واضح في كرونوس 14 انا بشكرك على, على هذا التوضيح لانه في غايه الاهميه لان اول ما بنقول واحد مثلا يقولك انا عندي موهبه النبوه هو مرات كثيره بيبقى اساسا معندوش الموهبة لأنه أساسا مش فاهم النبوة وبيتهيألوا أن النبوة هي الإخبار بالمستقبل. بالمستقبل رغم أن حضرتك أشرت وأنا فعلا كنت عايز أركز على النقطة دي اللي أنت يعني أشكر رب من أجل أنه قادك تقولها هو إن, أن اللي من يتنبأ يكلم الناس ببنيان النبوة أعزائي المشاهدين ليست أنك تنتقد وتمزع أبدا. وتخرج دخائل وسرائر شخص وتفضحه قدام الكنيسه للاسف الشديد للاسف الشديد هذا من اكبر الاخطاء اللي ممكن ان يرتكبها بعض الناس اللي بيقولوا عندهم هذه المواهب فعمر الروح القدس مكان بيفضح الانسان وان كان الروح القدس ينخس لكنه ايضا يبكت ويقود الى التوبه هناك علاج لكن اللي يفتح بمشرق ويسيبك تدني ليس هذا هو الروح القدس فاذا بدا الله فهو يكمل من اجل البنيان وتكميل القديسين وعمل الخدمه ده الشيء الواضح والصريح لكن ربنا يمسك واحد الا الا اذا كان بيتكلم انا بتكلم على دائره المؤمنين بالضبط آه كنت على دائره المؤمنين بقول إذا دخل خاطي اه لكن دخل خاطي ده يبكد ده موضوع ثاني لكن انا بتكلم الناس اللي بتطلع توقف واحد في وسط الكنيسه ليس هذا وليس موهبة النبوة وليست هذه الموهبة تعني أنك هتقول اللي جاي إيه خالص ملهاش علاقة أبداً. فأرجو تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة لكن إحنا اتكلمنا واتكرم الأسيس بأنه يوضح أن ما هو مرتبط بالمستقبل يمكن أن يكون كلمة حكمة وكلمة علم أشكرك على هذا التوضيح اللي في غاية الأهمية لأن حتى يومنا هذا بنسمع يقول لك ده تنبأ عليا تنبأ عليك يعني إيه؟ قال هيحصل كذا وكذا ده أساسا الفكر خاطئ أنت أساسا مش فاهم الفكر الكتابي وبعدين كلمة بنيان ووعظ وتعزية هاي. التلاتة يمكن أن يكونوا من فوق المنبر طبعا تشجيع واحد وزي ما قلت حضرتك ممكن تكون أيضا واحد ربنا مديها بطريقه لما تقعد معاه اتشجعت. تحس انك تشجعت تحس لما تكون موهبه اه يعني تحس انك ان ربنا اداله كلمه والحكايه مش عايزه يعني صلحني لو انا مخطئ آآ 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 الحكايه مش عايزه تنطيط وزعيق ولا تشنج عشان لا نتهم بان كل الناس اللي بتمارس الحاجات دي زي ما ادعى البعض ان دي ناس بتتشنج عصبيا لا لا الموضوع يعني انا شفت واحد من اعظم رجال الله القديسين اللي انتقل إلى المجد وكتب كتب كثيرة وهو مؤسس كنائس الفينيارد في العالم كله عدد رهيب وشفته هو بيتنبأ وشفته هو بيطلب حضور الروح القدس ويمكن شاركت حضرتك في وقفته البسيطة الهادئة يعني اللي لو أنت مش مركز والميكروفون مش عالي كفاية ما تسمعوش مش تنطيط ولا هيصة لكن بحق الروح الوديع الهادئ بطريقته اللي عايز يعملها لكن كان يقف ويقول له هولي سبييرت كام وكانه بيهمس في ودان حد ومن غير ما يطلع ولا يعمل اي حاجه بتلاقي حضور الله بيلمس قاعه مليانه فيها أربعة 4000 واحد وانا ومجموعه من الناس اللي لا يؤمنون ايضا بمواهب الروح القدس كانوا موجودين والله لمسهم ووقعوا على الارض من غير ما حد يجي ناحيتهم واختبارات كثيره في هذه الدائره اقولها لمجد الله ولتشجيعك أيها المشاهد الكريم، أيها المؤمن اللي ليك كنوز موجودة ومواعيد وأصلي وهدف كل ما نفعله إنك تتجرأ وتبتدي تفتح الحساب بتاعك اللي في البنك وتسحب منه لأن لنا خبز البنين وليس الفتات الساقط، ربنا يدينا نعمة عشان نتجرأ وندخل ونطلب من الله ان يجمل عروسه، دي على فكره مش كماليات حط الأسيس. لا لا دي اساسيات زي ما احنا قلنا هيبقى الجسد اساسي بيشوف بيسمع بيحس حد يقدر يستغنى عن العينين ولا العشم ولا على السمع اذا كان دول هنستغنى النوم يبقى نستغنى عن المواهب بالظبط انا الوقت سرقنا قدامنا تقريبا خمس دقائق لكن ممكن ناخد تعليقات سريعه ونستكملها بعد ذلك، المواهب القوه وهي الالسنه والنبوه الاول الالسنه وترجمه الالسنه تعليق حضرتك في هم دول مواهب النطق او الكلام النطق أو, او الكلام آه آه او القوه ايا كانت اه, آه, آه, آه الـ 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 موهبه الالسنه يعني معلش انت حضرتك اتكلمت على النبوه وضحها آه لنا تاني آه في ثلاث كلمات آه من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتعزيه بس آه ننقل على اللي بعديها السنه آه الالسنه هو عباره عن نطق فائق للطبيعه لا دخل ابدا للشخص فيه ان يتعلمه زي اي لسان اخر لكن الله بيعطيه زي ما اعطى الناس في يوم الخمسين وده اول بدايه مع ان كان في قبل كده السنه مكتوبه لكن زي ما ابن نبوخذ نصر شاف هذا الكلام وهو كان مكتوب فالالسنه عباره عن الله بيعطيها كعلامه اولا لمعموديه الرعب القدسيه احنا تكلمنا كده في حلقات سابقه انه العلامه اللي ظهرت في يوم الخمسين كانت الالسنه واللي ظهرت في آآ لا انا انا عايز آه. أن الالسنه كنبو... ك... كموهبه, كموهبة. آه. اه الالسنه كموهبه لما بيجي يعرفها كموهبه ما بيقولش لسان لك بيقول ولاخر انواع السنه ودي بتبقى انواع السنه بولس قال في كورنس الاولى 12 أن ربما تكون هذه اللغات هذه عددها في العالم وليس شيء فيها بلا معنى كل حرف بينطق بيه الروح كل كلمة بينطق فيها الروح إلها معناته عنده هو استخدامها يجوز يستخدمها الرب يا إما في البنيان الشخصي يا إما في الشفاعة لما الروح القدس زي رومية 8 بيقول إحنا الناس نلعب نصلي من أجله كان باغي لكن الروح يشفع فينا فهو بياخد لساني أنا ويبتدي يتكلم فيه بلسانه هو ويبتدي يشفع فيه على فكرة في قول فاصل هنا عشان خاطر المشاهد يحاذر منه لم تستخدم موهبة الألسنة أبدا للتبشير لأن الكتاب قال في كورونسوس صح 14 عدد 2 قال من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله لأنه بالروح يتكلم بأسرار ليس أحد يفهم قال يسمع هنا يسمع فيما تعني يفهم لأنه بروح يتكلم بأسرار إذا كان الشخص عايز يبني الكنيسة لازم ينقل من الالسنة لترجمة الالسنة ودي ممكن الشخص النص اللي موجود في كرونس أولى 14 يعني نفس الشخص إذا أردت أنك تبني الكنيسة قال اللي بيتكلم بلسان يصلي لكي يترجم إذا ممكن نفس الشخص, ممكن يبقى عنده نفس الشخص وممكن نفس وممكن شخص تاني. آخر آه. طبعا طيب دي هتسرني للأسف الشديد قدامي دقيقة مش عارف هنلحق نجاوب في الدقيقة دي ولا لا إذا واحد او احدهم كتب ان لكي تترجم الالسنه لابد ان تكون الالسنه لغات معروفه ده نمره واحد ولابد للمترجم ان يكون دارسا تعليق سريع سريع في ثواني ما جاتش كلمه ابدا ترجمه في معنى ترجمه الالسنه جت معناتها تفسير اه أو شرح نفس, نفس الكلمة أنا قريت لأحد الناس أوه. اللي أوه. العلمين لا باللغة اليونانية أوه. أوه. قال نفس اللي موجودة في لوقا لما ابتدأ ابتدأ يفتح ذهنهم اللي يفهموا شرح ليهم أي. فهي عبارة عن شرح أنا عايز آخذ مثل بسرعة كده أخترب أنا في أقل من دقيقة ابن نبوخذ نصر لما شاف الإيد اللي بتكتب من من تقيل وفرتين أخذ كل كلمة وشرح عليها أخذ كل كلمة وشرح عليها فترجمة ليست ترجمة ألسنة لكن شرح أو إيضاح ويجوز كلمة واحدة تعني معنى كبير فهي ليست ترجمة لكنها شرح أو تفسير أو إيضاح أشكرك من أجل الإيضاح السريع هنكمل في حلقة قادمة أعزائي المشاهدين أصلي أن تكون هذه الكلمات سبب بركة لكم وليست سبب تفرقة او اختلاف في وجهات النظر لكي يؤدي بنا الى طرق مسدودة، لكن القصد الاول والاخير هو ان جسد المسيح الذي اعد له وقدم الله بروحه القدوس لنا كل هذه الامكانيات والاساليب والاسلحة التي بها نستطيع ان نخدم خدمة فعالة تمجد المسيح، اصلي ان الله يخلق في داخلنا هذا الجوع وهذا العطش، تابعونا في حلقه جديده ونحن نواصل الحديث عن موضوع ومواهب الروح القدس والى اللقاء في حلقه قادمه